السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا رابع. بلشنا الحصة الماضية عن تكون الظلال بدرس تكون الظلال. ما شرحنا شو اللي بيصير تكون الظلال، لكن شرحنا عن إنه في عندي ثلاث مواد موجودة بالحياة. قلنا عندنا مواد شفافة تسمح بمرور الضوء أو معظم الضوء، عندي مواد شبه شفافة شمالها تسمح بمرور جزء من الضوء وليس الضوء بشكل كامل، وقلنا في عندنا مواد معتمة اللي هي لا تسمح بمرور الضوء، لا تسمح بمرور الضوء. أعطينا أمثلة على المواد الشفافة اللي هي قلنا الزجاج، في أنواع من البلاستيك كمان. حكينا عن مواد شبه الشفافة مثل حكينا النظارات الشمسية اللي هي عدساتها، وإيش كمان قلنا عن المواد المعتمة مثل الخشب الورق، في أنواع من البلاستيك. طيب سألنا حالنا يا رابع، ليش عندي في مواد تعمل على تمرير الضوء، في مواد لا، في مواد نص هيك ونص هيك، ليش؟ السبب في ذلك يعود إلى أن كل جزء من المواد هاي عبارة عن شيء إيش مالهم، مغطى ومغلف بمواد مختلفة، مغطى ومغلف بمواد مختلفة، تتفاوت هذه المواد في تمريرها للضوء. تتفاوت، يعني تتفاوت يعني بتختلف، تتفاوت بتمريرها للضوء. يعني المواد اللي بتغلف المواد الشفافة بتسمح بمرور معظم الضوء. نيجي على المواد الشبه شفافة، مغلفة بمادة تسمح بمرور جزء من الضوء، لكن المواد المعتمة ما لها يا عبد الله، مغلفة بمواد لا تسمح بمرور الضوء. تمام، قلنا المواد الشفافة أنا بقدر أشوف منها بشكل كامل، المواد شبه الشفافة إيش مالها يا مس، بشوف منها لكن إيش، ليست بوضوح أو حتى ممكن إيش بتغيير بعض الصفات منها اللون. تذكروا مبارح الشفافية الخضراء اللي كانت معي، كنت تشوفوني لوني أخضر من خلالها، غيرت الصفات عندي نتيجة إيش، نتيجة عندي تغيير بمرور الضوء عبر هذه المواد. وأيضا عندي إيش يا رابع، قلنا في عندي مواد معتمة اللي هي لا تسمح بمرور الضوء تماما من خلالها. تمام لحد الآن محمد قاسم، تمام الأمر؟ تمام. طيب وإحنا ماشيين بالليل يا رابع بالشارع، بحد أو بجانب عندي الأضوية اللي بالشارع بتعرفهم، هذول طوال، وإنت ماشي وطال على الأرض، شو بتلاقي؟ بتشوف، بتشوف ما يسمى بالظل، ما يسمى بالظل. إذن ما يسمى بالظل. طب هذا الظل كيف تكون يا رابع؟ أو حتى وإنت ماشي مثلا بالشمس بالنهار وبتطلع على الأرض بالظل، بتشوف إنت مكان أسود أو منطقة معتمة على الأرض أو على سطح معين، شو ماله؟ وبتحرك معاك وبيختلف طوله وحجمه، بيختلف طوله وحجمه طول ما إنت ماشي، صح؟ طيب شو هذا اللي تكون عندي؟ وليش بتحرك؟ وليش مرة طويل ومرة قصير؟ ليش مرة كبير ومرة صغير؟ هذا كلياته رح حاليا نتعرف عليه. أول شيء بدنا ننتبه له أن هذا يسمى ظل، يسمى ظل، اللي قلنا عنه بالانعكاس اللي نشوفه المراية اسمه خيال، ما دخلناش فيه عشان ما نخربط بين الخيال والظل. لكن اللي أنا بشوفها هاي المنطقة المعتمة اللي بتكون على الأرض، هذه تسمى ظلال، ظل، تسمى ظل. كيف بنتج عندي هذا الظل؟ بسقط عندي الضوء من مصدر الضوء على مادة يا إما شبه شفافة أو معتمة، شبه شفافة أو معتمة. ليش هذول أنا حددتهم؟
لانه عندي هذول شو بيسووا؟ بمنعوا جزء من الضوء او كل الضوء من ايش؟ المرور خلاله، ما بيخلي الضوء يمر من خلاله سواء كان بشكل عام او بشكل جزئي بالمواد الشبه شفافه، تمام؟ ما بيسمح بمرور الضوء. فشو بده يصير عندي المنطقه اللي انا مقابلتني؟ ايش بصير بالمنطقه اللي مقابلتني يا مس؟ بتصير عندي منطقه معتمه، بصير المنطقه معتمه. اذا هذه المنطقه المعتمه وين بتتكون عندي؟ وين؟ ما وراء الجسم المعتم او شبه الشفاف بالمقابل من اتجاه الضوء. يعني الضوء هون وين بيكون عندي الظل؟ بالاتجاه الثاني. اذا كان عندي الضوء هون بيكون الظل بالاتجاه الاخر، تمام؟ تمام يا اسلام، شو تمام الوضع معك؟ تمام يا عمري. طيب زمان يمكن اخذتوا او سمعتوا عن كيف اخترعوا الساعه، صح؟ ايش يا مس بس كانوا يساووا؟ كانوا يحطوا عمود او قطعه خشبيه واقفه بالنهار، يغرزوها بالتراب ويلاحظوا كيف بتتحرك عندي مع ايش؟ مع حركه الشمس. كل ما بتتحرك الشمس بتحرك عندي الظل لهذه العصاه على الارض، نتيجه ايش؟ تغير مكان مصدر الضوء. تغير مكان مصدر الضوء شو يعني؟ تغير مكان مصدر الضوء شو بفيدني؟ زاوية سقوط هذه الأشعة بتأثر عندي على طول هذا الظل. إذا اختلاف زوايا سقوط هذه الأشعة بيختلف عندي طول هذا الظل. لاحظ انت يا رابع وانت ماشي، شو قلت لك؟ انت ماشي بالشارع وخاصه بالليل عشان يكون الموضوع اوضح. لما بيكون الضوء او مصابيح، ضوء المصابيح بالشارع ساقطه عليك يا رابع، شو بصير فيك؟ وانت ماشي فجاه بيكون ظلك طويل او قصير، بيقصر وبيطول، نتيجه ايش؟ نتيجه اختلاف سقوط هذه زوايا عندي، سقوط زوايا أشعة الضوء، تمام؟ يعني شلون يا رابع؟ خليني أقول لك. هاي عندي هاي الأحمر، هاي عندي مثلا، هاي عندي الشمس، تمام؟ وهاي أنت يا رابع، لاحظ عندي كيف بتسقط عندي. هاي سقطت عندي أشعة الشمس من مصدرها، وين اجت؟ على عليك انت، انت مالك؟ انت جسم معتم، انت جسم معتم، ما سمحت للضوء بالمرور من خلالك، ماشي؟ لم تسمح للضوء للمرور من خلالك، ليش؟ لانه عندك مواد مغلفه لهذه الماده اللي انت جسمك تمنع من مرور الضوء، ما بمر من خلالك الضوء، لذلك شو بتصير المنطقة اللي وراك هون؟ بتصير عندك هاي ظلك على الأرض، ظلك على الأرض. إذا هون شو عبارة عن إيش؟ ظل، عبارة عن ظل، منطقة معتمة. وين تكونت؟ وين تكونت يا رابع؟ خلف الجسم المعتم، خلف الجسم المعتم، تمام؟ تكونت عندي هون وكونت لي ظل. طيب هسه لما بدها تيجي الشمس وبتتحرك، طبعا احنا بنعرف انه الشمس مالها يا رابع؟ تمشي، صح؟ هي مش هي اللي بتمشي، هي الارض بتلف حوالين الشمس، لذلك احنا بنحسها بتتحرك، تمام؟ وين صارت الشمس؟ هون ها، وانت بعدك واقف مكانك. هسه منين الضوء بده يصير؟ بده يسقط علي من هون، ها؟ منين سقط؟ من الاعلى. لذلك شو بده يصير ظلي؟ بمكان اخر وطول اخر باختلاف اتجاه وزوايا سقوط هذه ايش؟ الاشعه. يعني وين راح يصير؟ هون، ها؟ هاي ظلك.
لاحظ وين صار بقول لك يا رابع؟ تحت نتيجة ايش؟ تغير زاوية سقوط أشعة مصدر الضوء. كل ما بتتغير كل ما بيختلف عندي ايش؟ طول الظل وحجمه واتجاهه. فاهمين لحد الآن؟ حدا عنده سؤال؟ شو يا عبد الله؟ اسلام تمام يا شباب؟ مش فاهمين. والله مش فاهمين. تمام الله يسعدهم. والله مش فاهمين. الله يسعدهم حبايبي. تمام. طيب. لحد الآن تمام الوضع يا رابع. الله يسعدهم. طيب. هسه شو بدنا نساوي يا رابع؟ بدنا نشوف عندي عملية تكون الظل بدي أفرجيكم إياها. بس ثواني أطفي تشغيل الضوء. هاي رابع بدي نشوف عملية تكون الظلال باستخدام ايش؟ مصدر الضوء. هاي عندي مصدر ضوء وهاي عندي جسم. لاحظوا انتوا ايش؟ لاحظتوا المنطقة المعتمة؟ هاي تكون منطقة معتمة وين؟ على اللوح، على البورد. هاي شايفينه؟ لاحظوا انتوا في عندي منطقة معتمة تكونت وين؟ خلف الجسم. تكونت خلف الجسم. ليش تكونت خلفه؟ لأنه منع من مرور الضوء من خلاله. منع مرور الضوء من خلاله. طب لاحظوا لي يا رابع شو بصير عندي قاعد؟ ها؟ بحجم الظل. لاحظوا كل ما ببعد شو بصير بحجم الظل؟ بيصغر، وكل ما بقرب بيكبر. لاحظين؟ شايفين كيف؟ تمام. طيب شو سبب انه حجم هذا الظل المتكون للجذان بيكبر وبيصغر؟ ليش؟ ليش؟ خليني اشرح لك يا رابع. لاحظ يا رابع عندي هون، هاي عندي شو؟ شمعة، هي عبارة عن مصدر ضوء. عندي هون شمعة، شو بصير فيها؟ بصدر من خلالها ضوء بجميع الاتجاهات، لكن مالها بخطوط مستقيمة. بصدر منها أشعة ضوء بجميع الاتجاهات بخطوط مستقيمة. تمام؟ في عندي هون شو؟ مثلا لعبة. عندي هون لعبة، ماشي؟ سقطت أشعة الضوء عليها، شو مالها؟ ها؟ شو صار فيها؟ تكون لها ظل بالاتجاه المعاكس. صار عندي هون ظل. لاحظوا شو المصطلح اللي بحكيه أنا، ظل. تمام؟ طيب إذا يا رابع ليش هون هسه مثلا تكون عندي هذا الحجم؟ إجيت أنا شو سويت؟ قربت هذا الجسم أو هذه اللعبة على مصدر الضوء، شو بتصير عندي؟ قربته. لاحظ هاي الأشعة، جيت أنا وين قربته؟ لهون. لاحظ أنا قربته، شو سوى؟ غطى عندي كمية أكبر من إيش؟ الأشعة. منع كمية أكبر من الأشعة من المرور تجاهه أو خلاله، آسف، من المرور خلاله. كل ما قربته على مصدر الضوء يحجب كمية ضوء أكبر، ولما ببعده شو بصير؟ لاحظ أنت عشان أفرجيك إنه
لاحظ يا رابع، قلنا بضل يصير بخطوط مستقيمه. لما بعدته صار هون، ها شو صار عندي؟ لاحظ شو صار عندي هون؟ شو صار عندي؟ مش كل الاشعه تغطت عندي، كل ما ببعد تبعد عندي هاي الاشعه مش كلها بتتغطى. اذا كل ما ببعد انا عن مصدر الضوء شو بصير عندي؟ بغطي كميه اقل، لذلك شو بصير بحجم الظل؟ بصغر. كل ما بعدت مصدر الضوء عن الجسم شو ماله؟ بيصغر حجمه، وكل ما قربته ايش؟ بيكبر حجم الظل. نرجع نشوف كمان مره، نرجع نشوف كمان مره. لاحظ، ها ما دامه بعيد ظله، ها ما دامه بعيد الظل ماله صغير، لكن كل ما بقرب بحجب لي كميه ضوء اكبر، لذلك شو بصير فيه بحجم الظل؟ بيكبر عندي، بزيد عندي حجم الظل بتقريب الجسم من مصدر الضوء. تمام يا رابع؟ تمام؟ طيب في حدا عنده سؤال لحد الآن؟ حدا عنده سؤال يا رابع؟ تمام، نرجع نعيد بشكل سريع. عندي ثلاث مواد، مواد شفافة، شبه شفافة ومعتمة، تختلف عن بعضها البعض بالمواد المغلفة لهذه الأجسام أو هذه المواد، هي اللي بتمنع عندي مرور الضوء أو بتسمح بمرور الضوء. الظل يتكون للأجسام شبه المعتمة أو آسف شبه الشفافة والمعتمة نتيجة منع هذه الأجسام لمرور الضوء من خلالها. بتكون عندي الظل في المنطقة ما خلف هذه الأجسام. شو كمان عندي يا رابع؟ كل ما اقترب عندي الجسم من مصدر الضوء حجب كمية ضوء أكبر، لذلك بصير عندي حجم الظل أكبر. كل ما قربت زاد عندي حجم الظل، وكل ما بعدت شو ماله؟ قل عندي حجم الظل، نتيجة إيش يا رابع؟ حجب كمية ضوء أقل، حجب كمية ضوء أقل. كمان كطول لهذا الظل يختلف عندي واتجاهه نتيجة اختلاف زوايا سقوط أشعة الضوء من مصدر الضوء. تمام؟ كل ما اختلفت عندي مكان هذا المصدر ايش؟ يختلف عندي اتجاه تكونه، لكن يبقى عندي في الاتجاه المعاكس او في الاتجاه الاخر من مصدر الضوء خلف هذا الجسم المعتم. تمام يا رابع؟ نيجي عندنا لأسئلة مراجعة الدرس. لأسئلة مراجعة الدرس بنيجي عندنا على السؤال الأول، كيف تختلف المواد في تمريرها للضوء؟ يا رابع مين يقول لي؟ قلنا ليش بتختلف المواد؟ نتيجة ايش؟ شو بيكون عندي؟ شو بيكون عندي؟ مين يقول لي؟ يا كريم، يا كريم. طيب كمان مرة. حبيبي، تسمح بمرور الضوء. ليش؟ لأنه شو بتكون مغلفة بمالها؟ مواد إيش؟ شفافة تسمح بمرور الضوء. لأنها تكون مغلفة بمواد مختلفة، هذه المواد المختلفة يا إما تسمح بمرور الضوء أو جزء منه أو لا تسمح بمروره. إذا نتيجة إيش؟ المواد المغلفة لهذه المادة. تمام؟ طيب نيجي على السؤال الثاني، أضع المفهوم المناسب في الفراغ. يلا اضعوا لي الأجسام التي لا تسمح، لا تسمح من مرة بمرور الضوء، لا تسمح للضوء بالمرور أن عبرها، شو اسمها؟ يا مازن. مواد معتمة. ممتاز، مواد معتمة. طيب الظاهرة التي تحدث عندما تحجب الأجسام المعتمة الضوء
عن مناطق معينة، شو هي هاي الظاهرة؟ اللي هي بمنع أنا مرور الضوء، عشان شو بصير يتكون عندي؟ شو بتكون عندي؟ يا عيسى شو بتكون عندي يا عيسى؟ الظل. ممتاز، تكون الظلال، ممتاز. طيب نيجي على ايش؟ السؤال الثالث، نوع المواد في الجدول التالي. بدنا نصنف نوعها، تمام؟ في عندي الزجاج، الزجاج يعتبر ماده شفافه ولا معتمه؟ اشوف. يا كرم. الزجاج. الزجاج شفافي. ممتاز، مادة شفافة. طيب نيجي على الخشب. الخشب عون. عون. يا عون. مادة معتمة. ممتاز، مادة معتمة. طيب الورق. الورق يا رابع. مين؟ يا محمد قاسم. الورق محتمة. ممتاز، إذا المادة معتمة. طيب هسه السؤال الرابع، ركزوا لي، أنا هذا من ضمن الشرح. كيف يمكنني زيادة طول الظل لجسم ما باستخدام مصدر ضوئي؟ قلنا طول الظل، أنا كيف بتحكم بطول الظل؟ كيف؟ كيف؟ يا عبد الرحمن. مش بعد. بعد او مش بعد، لا، بدنا نقول اختلاف زوايا سقوط هذه الاشعه من مصدر الضوء. اذا زاويه السقوط هي اللي بتاثر عندي على طول هذا الظل. اذا اختلاف زوايا سقوط ايش عندي؟ الأشعة الساقطة الضوئية، يعني اختلاف مكان مصدر الضوء هو اللي بيأثر لي على طول الظل. طيب نيجي على السؤال الخامس، لاحظوا لي السؤال الخامس بيقول لك الظل الصحيح الذي يتكون على الشاشة للجسم في الشكل في حال تقريب الضوء من الجسم، لما منقربه من الجسم كيف منشوفه؟ طلوا ألف، لاحظوا إنه كبر بس شو ماله؟ مستقيم عادي يعني معتدل. نيجي على باء، نفسه ومعتدل لكن صغير. جيم مقلوب وكبير. دال مقلوب وصغير. يا عبد الله، اياها منهم راح تكون؟ يا سراحيل. مس راح تكون يا مس الف. ممتاز، ليش؟ راح تكون الف، ليش يا رابع؟ لانه مس جينا من الزاوية تبعته قاس طوله. لا يا مس، لأنه أنت لما قربته هذا الجسم حجب كمية ضوء كبيرة، لذلك الظل وراه رح يكون حجمه كبير. تمام يا رابع؟ تمام؟ الله يعطيكم العافية، بستنى منكم الواجب على الكلاس روم. تمام يا مس. العالمين. الله يعطيك العافية يا مس. الله يسعدك، وإن شاء الله كمان شوي رح تنزل قصتكم على اليوتيوب. يعطيكم العافية شباب. مع السلامة يا مس. مع السلامة حبايبي. مع السلامة. بس استنى خليني أخذ حضور وغياب.